السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هاد الورود هادو كنقدمهم لكم الوريدات. في زاوية صغيرة بين الرغبة وعدم الاهتمام، أنشأت لنفسي حياة لا بأس بها. بالتأكيد لست الأفضل، ولكنني أصنع ما هو أجمل لنفسي وبطريقتي الخاصة. فالجيد هو أنني كل يوم أخلق لنفسي ذاكرة جديدة لا تحمل الأمس. فلا تغرق في ماضيك، هناك حياة تنتظرك وأشياء جميلة يجب أن تعاش، وفرح كبير قادر على محو كل حزن مررت به. هذا لنفسي ولك أو لك. وجدتني أنتمي لنفسي جدا، لا أحد يشبه معتقداتي الغريبة. روتيني أنا بمثابة أشيائي التي لا يمكن أن تصبح يوما لأحد. وأعود إليكم بلهجة المغربية. حبيت نشارك معكم هذا الفيديو لكي يلخص ملخص جد صغير في يوم من أيام حياتي. حبيت نشارك معكم، نتمنى ينال إعجابكم ونكون ظريفة وخفيفة على قلوبكم. شكرا لكم وشكرا للتعليق ديالكم وشكرا للمشاهدة، وتابعوا الفيديو حتى الأخير. هذا النهار كان نهار جميل، يعني كانت الدنيا مشمشة ودرجة الحرارة كانت في المتوسط، لهذا استغليت الوقت واستغليت الطقس لتناول وجبة الفطور في الهواء على البلكونة. هنا وجدت فيه الخبز ديالي اللي عجنته قبل ما نفطر. راه كل واحد كيعرف كيفاش كنوجدوا الخبز ديال الدار. هنا شلادة ديال الروز مسلوق مع الميس او الذرة، الطون، الكورنيشون وشويه ديال المايونيز. يعني غدا بسيط جدا مع طاجين ديال الخضره، ما فيه لحم، بدون لحمه، طاجين غير خضر فقط.
بعد ما تقديت مشيت نتمشى شوية وحبيت نشارك معكم هذه الجولة الخفيفة على شاطئ البحر. كانت الدنيا غزالة بزاف والهدوء رغم أن كان شوية الريح ولكن ماشي بزاف، والطقس كان رائع جدا وخا أن درجة الحرارة كانت بين 10 و 12 ولكن البرد ما كاين الحمد لله. وكما كنعرفوا العقل السليم في الجسم السليم، والمشي راه مزيان للصحة مزيان للجسم. المشي 30 دقيقة في النهار نصف ساعة راها يعني كيوصوا به. شكرا لكم، شكرا على المشاهدة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.